تجهيزات العيد. Hello guys, كيف الحال؟ إيش الأخبار؟ إن شاء الله أنكم بخير وأنتم تشوفون فيديو اليوم. طبعاً أدري من بدا رمضان ما صورنا فيديوهات رمضان مع بعض ولا شيء، لكن رمضان هذا كان برعاية المترمز، فمرة ما كان يمديني أسوي شيء. رمضان أحس أني ما حسيت فيه، بس اليوم راح أخذكم معي ونجهز سوا للعيد وأشوف إيش ناقصني وكذا وأخذ معاكم. جايين الحين واخيرا بعد ما خلصنا فطور نشوف اشياء العيد ونجهز للعيد مع بعض. اول مره اجي هذا المجمع، صدق مره حلو وحتى ما في زحمه مره كثير، لكن للحين في محلات كثير ما فتحت، فاحس ان تبغون تقضون فيه مره حلو ورايد. شوفوا دخلت هذا المحل جايز، مره كشوت الفستان مره حلو. جاية كيكو، في شيء كذا كريم يعطيكم جلو مره ابغاه، دورت عندنا ما حصلته، فبشوف الحين في هذا الفرع اللي موجود. هذا هو الكريم اللي قاعد اقول لكم عنه من كيكو، فشكلي باخذ لي واحد الحين. هذه تجيكم كذا شنطة، بس أنا أبغى أخذ هذا الحالة. أوكي جايز، إيه أنا ما أبغى أجربها، هذه للتست صح؟ شو جربي على يدي. طبعا هو فاتح بس تحطونه مع محدد، شفته على واحدة ومرة عجبني اللون فباخذ الحين مع هذا محدد مع هذا الروج. حلو روع المال. ايه هو يجي مع بعض. بس شوفوا هذا لون الروج اللي عجبني مع هذا المحدد، رقم الروج 341 والمحدد جاي غامق كسر، رقمه 20 90 قيمته. باخذهم. هو هذه الاشياء اللي اخذتها من كيكو. الحين راح نشوف سيبارا. طبعا انا ناقصني الكونسيلر، ما حصل درجتي اونلاين فبشوفها الحين. طبعا انا درجتي ميديوم هاني، بس ادري عنها اي. هذه شوفوا بنات، هذه الدرجة اللي انا استخدمها من تارت اسمها ميديوم هاني، مرة حلوة ومناسبتني، باخذ لي الحين واحد. زي كذا ايه. هذا هو مرة حلو، مرة حلو جايز، رير بيوتي. ما ادري اذا هنا الاسعار ارخص، لكن هنا سعر البلاش هذا 140 ريال. فشوفوا هذا اظن هابي، حتى الهايلايتر حقهم شفت عليه مدح اللي هو هذا، كيف مرة كيوت. شوفوا اخذت الكونسيلر حقي وبجرب ماسكرا جديده من بينيفيت، بوريكم الحين شكلها. شوفوا هذه الماسكرا اللي اخذتها بنات،
حط منها واحدة أجربهم. كثير مرة يمدحون هذا العطر، ما قد شميته أبدا. حلو؟ واو 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 جايز، ريحته تجنن، ريحته مرة حلوة. سعره 825. إيش الفرق بين ذا وذا؟ هذا يمكن أصغر من هذا صح ولا؟ إيه هذا أصغر، في هذا أكبر، بس ريحته مرة حلوة بنات، مرة حلوة ريحة. جايين الحين زارا نشوف إذا في قطع حلوة للعيد. أنا أوريدي عندي فستان من زارا، قلت بخليه للعيد بس بشوف إذا حصلت شيء أحسن. يعني ممكن أشتريه، بس إنه خلاص أوريدي عندي واحد. إن شاء الله بوريكم جايز الفستان اللي مخططة إني أخليه للعيد. الصدق بنات شفت أشياء حلوة، بس شوفوا هذه البلوزة عجبتني، بس مو حقة عيد، يعني أشياء مو حقة عيد اللي عجبتني، فهمتوا؟ أحب مرة الفساتين اللي كذا، في ثلاث ألوان منها، في هذا بس هذا لا. جايز أول مرة أشوف هذا السكشن زارا بيوتي، أول مرة أدري إن زارا عندهم ميك اب، يبيعون ميك اب. ماما عجبك شيء؟ عجبك شيء؟ ما في شيء؟ شوفوا في خطاط هنا كتب اسمي، الله شوف شوف. واو جايز أشوف كتب حمود بعد، الله واو. طب ليه أنا ما كتب الغامدي بعد؟ لا عشان أنت قلنا له بس شهد، ما قلنا له. أوكي جميل الصراحة خطة، شكرا. أخذنا قهوة عربية. حمود هذه قهوة عربية ولا سعودية؟ طبعا هذه قهوة للعرب كامل. خلاص قهوة عربية. جينا سوق البراحة أظن كذا اسمه بالبحرين، عندهم مخاوير وجلابيات وأشياء. حطيت في يد حمود هذه البطاقة، قلت له اشتري اللي انت تبغاه، وتوه ينتبه انها بطاقة تيكتيز، يحسبها بطاقة بنك. يلا يا حمود خذ لك اللي انت تبغاه بهذه البطاقة. اوكي وهنا الجلابيات رمضانية، يجنن يا بنات السوق، جاي شعبي كأنه سوق واقف. صباح الخير، كيف حالكم؟ من اليوم الثاني طبعا الحين راح اوريكم الميك اب اللي جهزته يا بنات للعيد. طلبت اشياء مره حلوه فبوريكم اياها، وبوريكم الدرجات، وبوريكم اخذت تشوفوا من اسس ومن نمشي، وفي براند سعودي اول مره اجربه فبوريكم برضو ايش اخذت من عندهم. وهذه الاشياء اللي جبناها امس مع بعض، طبعا انتم ملاحظين ان كلها ميك اب، بس شريت ميك اب بس، احس انه يعني الاشياء الثانيه حقت العيد اوريدي يعني خلاص عندي، بس بشوف بعدين ايش ممكن اشتري. لكن خلونا نبدا الحين يا بنات باكثر شيء انا متحمسه له، اني اوريكم مكياج العيد. اوكي خلونا نبدا بطلبيه اسوس بما انها اكثر طلبيه يعني فيها اشياء. خلونا نشوف هذه الأشياء اللي شريتها من أسوس، بوريكم الحين يا بنات الدرجات. أول شيء أخذت هذا الجلو ليكويد فلتر، بس تشوفون لأني أنا ما قاعدة أشوف شيء. أيضا أخذت هذا من ألف، مرة شفتهم يمدحونه
فدرجتي اللي انا اخذتها رقمها 2. خلونا نشوف اللون الحين مع بعض. بس اللي اخذناه جايز مرة فرشة كبيرة. جرب ما ادري اذا تشوفون بس ترى ما يغطي ابدا، بس يعطي لمعة للوجه، فيا كذا يلمع بس ما يغطي شيء. يعني شوفوا حتى المسامات حقت يدي ما غطاها، يعني ما يغطي، ما في تغطية، بس انه يعطيكم لمعة للوجه، فهمتوا؟ اوكي هذا البلوش بعد من الف، خلونا نجربه مع بعض. برضو هو جاي يلمع. اخذت هذول الاثنين برضو من الف، اللي هو الليكويد بلوش. خلونا نشوفهم. هذا اول لون، حس كثير. قاعد مرة غامق، مرة غامق. اصبر خلنا نوسع زين. شوفوا جايز، هذا شوفوا، اوكي هذا لونه غامق، لا تحطون كثير. وهذا كذا جاي افتح ولونه جاي وردي على مشمشي اكثر. شوفوا جايز، مو راضي ينفتح هذا اللون، مو براضي ينفتح، ف ما ادري. المهم اوكي اخذت بيوتي بلندر من الف بعد. اخذت هذا البلاش من تو فيست. جايز احس يدي لازم اغسلها، بس دقيقة خلونا نشوف هذا اول. ترى الدرجة اللي اخذتها اسمها واتر ميلون رين. هذه واخذت بنفيت، بنفيت اخذت من بنفيت تنت. مره احب بيدرات للجامعه، دائما استخدمه، ومسكره حواجب. شوفوها جايه جهتين نفس الشيء، اظن ما في فرق. وبرضو اخذت بنات فرش من الف. شوفوا هذه حقت فاونديشن والثانيه حقت ليكويد بلاش. خلينا نفتحها نشوف. شوفوا هذه هي حقت الفاونديشن. جايز ترى اسعار الف باسوس مره رخيص، مره رخيص. فاظن الفرش اخذتها ب 30 ريال شيء زي كذا، ما اتوقع، ما ادري. هذه حق الدمج اكثر، فهمتوا؟ هذا من NYX، مره متحمسه اجربه بنات. ما ادري ايش اسم الدرجه، فلود 5 او فلودو، ما ادري شو زي كذا. هذا يا بنات اكثر شيء انا مره متحمسه اجربه معاكم، اللي هو هذا الهايلايتر من بنفيت. مره يمدحونه ويقول حتى احلى من حق رير بيوتي، هذا حق بنفيت. فخلونا نشوف الحين. جايز مكسور، جايز مكسر. شوفوا شايفين؟ يلا عادي عادي. اوكي اخر ثلاث اشياء اللي هو محدد اخذت تو جلوس، بوريكم الحين شكلهم. هذا البراند من اسوس اسمه دول اظن، فما قد جربته، بس خلونا نشوف ايش الاشياء اللي يعني كيف الكواليتي حقتهم. شوفوا هذا جاي احمر، ما ادري وش عندي اخذت احمر، بس شوف اوكي
اوكي الثاني جاي نود، اخذت معاه محدد من انواع اكس. الدرجه الثانيه شوفوا جايه خفيفه شوي الصراحه. اوكي هذا المحدد شوفوا شوفوا لونه جايز، اقول لكم كم رقمه، ما ادري كم رقمه بس اظن هذا اسمه اوكي جايز اسمه ساندستورم. اسمه ساندستورم. سو جايز هذه كل الاشياء اللي اخذتها من اسوس، بس بغسل يدي وبرجع اكمل انبوكسنج الباقي الاشياء. جايز تخيلوا اني فتحت طلبيه وقاعده اشرح وقاعده اسولف وقاعده اجرب، طلع ما قاعد اصور اصلا يا الله. المهم بوريكم، مره كان ودي اوريكم الباكجينج من البدايه وقاعده اصور اصلا بس طلع ما يصور. فهذا البراند بنات براند سعودي طلبت منها، اسمه جلايز اظن اسمه كذا. اخذت من عندهم كم شيء، هذه الالوان اللي اخذتها بلاش وليب لاينر وجلوس. فمره صدق وصلتني الاشياء مرتبه، كان ودي اوريكم يعني. فهذولهم شوفوهم، على فكرة هذا براند سعودي يا بنات، يعني أنا مرة استانست لما أشتري أشياء سعودية. شوفوا هذا هو البلاش اللي جربتها، شوفوا كيف بنات لونه ياخذ العقل مرة حلو. وهذا الليب جلوس، هذا هو والليب جلوس اسمه يا بنات ديت، والليب لاينر اسمه ديب. اوكي هذا هم، هذا الليب لاينر وهذا الجلوس. نمشي جايز، اخذت هذول الاثنين، هذا اوريدي قد فتحته شفت اللون. وهذا من انواع اكس اللي هو حق الحواجب، خوريكم درجة البلاش اللي اخذتها من كايلي كوزمتكس. اوتش. وهذول اللي شريناهم امس اللي اخذنا مع بعض، هذول طبعا اوريدي انتوا شفتوا الوانهم. هذول من سيفورا صح جايز؟ احس امس ما وريتكم المسكره زين، بوريكم الحين اياها. هذه هي المسكره اللي اخذتها من بنفيت، شوف فرشتها كذا جايه. وهذا كونسيلري المفضل، هذا غني عن التعريف يعني ما يحتاج يعني اتكلم عنه، مرة أحبه. هذا هو يا بنات، أوريكم اللون حقي. هذه هي درجتي من تارت. وبس والله جايز كذا وريتكم كل ميك ابي اللي جهزته للعيد. إن شاء الله يا رب إنكم حبيتوا فيديو اليوم، واكتبوا لي بعد وش ودكم الايام الجايه نجهز، لان تجهيزاتي هذه كلها ميك اب، ما سويت شيء. فان شاء الله جايز حتى ودي اصور لكم فيديوهات عنايه للعيد وزي كذا. جايز ودي اجهز معاكم الاشياء ثانيه بالفيديوهات الجايه. سو اذا كنتم مو متابعيني لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان تشوفون جايز كل الاشياء الجديده اللي راح انزلها لكم. ومع السلامه، وان شاء الله اشوفكم بالفيديوهات الجايه. باي.